إذا هنا 11 مشارك اللي غنشوفوهم بعد اللحظات. وانطلاقة ديال الشوط، انطلاقة ديال السباق الرابع جائزة بوسطون على المسافة ديال 1750 متر، انطلاقة جيدة بالنسبة لهذا المشاركين ال 11 في هذا السباق. انطلاقة ديال رقم 5 كريفي في المرتبة الأولى، رفقة كذلك رقم 7 غايا أريا في الصف الثاني، هنا كذلك محاولة من جانب الثنائي ديال السيد كاليبين محمد، رقم 6 تيفاني غوز، وكذلك رقم 6 سعود سيسترنيك، كذلك ربما يقدروا يشكلوا بعض المتاعب في هذا السباق. محاولة كذلك من جانب الشركية رقم 4 اللي مازالت مراتب متوسطة، دي جوي كذلك من الجهة الخارجية، رفقة كذلك رقم 12 فلوجو، محاولة كذلك بجانب رقم 8 رقم 8 ليدي شادو. بينما في المرتبة الأخيرة يمكن نشوف رقم 12 فلوجو كوشكا رقم 13 كذلك تقوم بسباق جيد. فلوجو الآن رفقة رقم، وهنايا كنشوفوا ربما دي جوي رقم 11، رفقة رقم 7 كذلك هنايا غايا أريا اللي كتنافس بقوة، رفقة كذلك حتى رقم 5 كريفي اللي فارس بلغ من العمر 6 سنوات، واحدة من الأفراس القوية جدا، عندها تصنيف عالي تصنيف 36 كافاليرون دي كاب لحد الآن في المرتبة الأولى. كريفي ينافس الآن بقوة مع كل من رقم 7 وكذلك رقم 11، منافسة كذلك هنا تيفاني غوز وكذلك سيسترنيك شكله بعد منافسة العودة كذلك من جانب شرقية في هذا السباق في المرتبة المتوسطة. ثم كذلك من جهة الحاجز كنتابع كوشكا رقم 13 يحاول يطرق من جهة الحاجز، إذا رقم 5 الآن في المرتبة الأولى كريفي في انطلاقة جيدة، تهميز القلي مازال يحتفظ المرتبة الأولى، انطلاقة كذلك رقم 7 غايا أريا اللي كذلك سوف ينافس بقوة على المرتبة الأولى. ثم كذلك هنا سيسترنيك في محاولة للعودة قوية جدا بالنسبة لهذه المقدمة ديال السباق، انطلاقة جيدة بالنسبة لرقم 5 كريفي في المرتبة الأولى، كريفي مازال في المرتبة الأولى، دي جو يتأخر بشكل مويل جدا كيخلي فرصة لغايا أريا رقم 7، وانطلاقة كذلك من الجهة الخارجية من جانب رقم 4 غايا أريا اللي غيحاول ينطلق يحاول يعود، لكن هنايا كريفي أظن هو بعيد جدا على المنافسة وربما غادي يفوز بهذا السباق بكل سهولة. عودة قوية ديال شرقية رقم 4 اللي كتحاول تقطع المسافات، إذا الفوز الكريفي رقم 5، إذا كريفي تحسم السباق وتامي زرقان يفوز بهذا المسابقة. رغم اكيد عوده نوعا ما من جانب سعيد مديحي وشرقي، لكن كانت نوعا ما عوده متاخره جدا، وكريفي يفوز بهذا المسابقه بكل سهوله. اذا رقم 5 رقم 4 غايا اريا رقم 7 سباق جيد، ان رقم 5 المرتبه الاولى، شرقيه المرتبه الثانيه، رقم 7 غايا اريا المرتبه الرابعه، كل من كوشكا و فلوجو في المرتبتين الرابعة والخامسة. إذا هذا بالنسبة لهذا المسابقة الرابعة، لحظة تقوم نتائج الوصول المؤقت.